والآن ما الذي تغير بسبب دين الرسول محمد على صعيد الحياة والفكر والوعي والمجتمعات بشكل عام المسلم؟ الذي تغير أنه كما قلت في الجزء الأول من هذا الفيديو أن محمد فرض على الجميع الانتماء له ولدينه. بالنسبة لأي إنسان في أي مجتمع أدى الكل عندهم رغبة بالانتماء والعيش تحت سقف مشترك، سقف معنوي، سقف سلطة، سقف دين، سقف عائلة، أي معطى أو معنى أو إطار ميتافيزيقي فكري ذهني الإنسان مستعد بالسليقة وبالطبيعة لأن ينضوي تحته. لكن اللي صار شنو؟ صار شيء مخالف للطبيعة، وهو أن الانتماء أصبح للدين وليس للحياة. أي أننا عندما ننتمي إلى شيء وننتمي إلى جماعة أو مجتمع ما، فإحنا هدفنا أن نحسن من ظرف الحياة. لكن الذي حصل هو عكس هذا تماما. حصلنا على الانتماء، لكن هذا الانتماء بدأ يتأسس على اللغة وعلى النص وعلى الطاعة وعلى الكلمات وعلى الأقوال وعلى كل شيء عدا الواقع الذي نعيش فيه، وأيضا ولا حتى على الجسد الذي يضمنا وهو مصدر حياتنا. فبالتالي أصبحنا كائنات لغوية بلاغية تطرب على سماع الكلام، وهذا الكلام كان هدفه والله دائما، وهو أن نمنح الطاعة، أن نعبر عن انتمائنا ونتعبد لهذا الانتماء ونشعر الجميع بأننا منتمون ولا نقبل غير هذا الانتماء أي انتماء. كل انتماء آخر هو باطل وكفر وبطلان. بالتالي أصبحنا نحن خارج جسدنا، كائنات تعيش خارج الجسد وخارج الحياة وخارج الواقع بل وخارج الوجود بأكمله. هذه كل هذه يفسر لنا لماذا نحن غائبون كعرب ومسلمين عن العالم بأكمله. هذا الشيء يفسر لنا سبب علاقتنا العدائية بالعلم والبحث والتفكير والحريات الشخصية. هذا يفسر لنا كل هاي الأمر لأننا رفضنا الانتماء إلى الحياة، بل جعلنا الحياة هي التي يجب عليها أن تنتمي ليس إلينا لكن إلى الدين الذي فرض علينا والذي يطالبنا بكل آياته بتقديم الولاء والطاعة. الآن أوضح لكم أكثر. الدين كما يبدو وجد حتى يعني الدين القديم والدين الجديد، هناك فرق بين الاثنين. الدين القديم وجد حتى ينتصر للحياة، كما قلت أنه فكرة الانتماء الأصلية أنه كانت الشعوب تؤمن بإله بعل إله ديموزي، كل شعب عنده آلهة الخاصة اللي يعتنقها ويؤمن بها، وهي عبارة الله أو إله. لم يعني الأغلبية المطلقة أعتقد ما تفهم الفكرة. أنا بعد طويل افتهمت بأن عندما كان يقال أنا أعبد الإله الفلاني أو أتعبد لهذا الإله أو أرتبط بهذا الإله أو أؤمن بهذا الإله أو أقدم له القرابين، هذا معنى المعاني أنا خاضع لشريعة هذا الإله، لقوانينه ولعاداته ولفلكات البشرية، وما زالت لا تستطيع أن تصف لك النظام الاجتماعي الذي نعيش عليه أو نعيش ضمنه. وهذا النظام غير مرئي طبيعته، لا يمكن أن ترى النظام القوانين، نظام كيف نهنئ بعضنا، كيف نتزوج من بعضنا، كيف نتعامل مع المرأة، كيف نتعامل مع الطفل، كيف نتعامل مع الشيخ أو الشخص الكبير بالسن، وكيف نلبس، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نعمل. هذه كلها قضايا لها علاقة بالشريعة، لها علاقة بنمط للحياة خاص بينا. هذا كله يخضع إلى قانون. ما هو هذا القانون؟ هو نسميه دين أو نسميه شريعة أو نسميه سلطة أو قانون أو دستور، لكن ما زالت البشرية تخضع إلى ما نسميه دين. فبالتالي أصبح لكل مجتمع دينه الخاص، هنا تحدث المشكلة. فبالتالي الدين صار هو شيء إلى إله، هذا الإله هو اللي الكلمة اللي تعبر لنا عن كل هذا الذي نعنيه. فأنت عندما تخرج الآن أو حتى قديما، خاصة قديما، عندما كان العربي مثلا أو من قبيلة بني أسد مثلا،
أذكر بيت شعر عمرو بن قميع يقول إذا شفت يعني اللي يجي يذبح أشوفه شلون يذبح القربان مالته، أنا أعرف هذا من أي دين وأي إله يعبد. فبالتالي إحنا نتعرف على بعضنا عن طريق إيماننا، فأنا عندي هذا الإيمان أعرف جماعتي منهم، مثلا إذا أنا مثلا عشيرة من 3000 4000 واحد أنا أعرف بماذا يؤمن هذا الشخص من خلال سلوكه تصرفاته، فمش مباشرة أعرفها، عندما أشوف المختلف إذا هذا من دين مختلف. فكان هو علامة الإله، كان علامة على الاختلاف الطبائع واختلاف الجماعات والمجتمعات عن بعضها، أي أنه مسألة ثقافات شيء من هذا القبيل. فكانت التسمية يقولون هذا هؤلاء يعبدون الإله الفلاني، وهؤلاء وأحيانا يتبادلون الآلهة، يقول لك هذا الإله ما يشتغل يعني مثلا عاطل أو لا 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 يؤدي ما هو مطلوب منه، فيأتون بإله آخر مجاور لهم، يشوفون المدن الأخرى أو العشائر الأخرى أتهم إله أمورهم ماشية والله موفقهم كما يقال، فبالتالي هم يجون يستعيرون هذا. لهذا السبب كانت أشتار مثلا إلهها محبوبة، لماذا؟ لأنها تشتغل. يعني هي المعنى شنو؟ المعنى شريعة أشتار، أو مو المعنى الشريعة الشريعة بالمعنى الإسلامي أو المعنى اليهودي، لا هي الشريعة معنى منظومة الأعراف والتقاليد لهذه الجماعة، يأتون يأخذون يسمونها مثلا هاي المنظومة يسموها أشتار، هاي المنظومة يسموها بعل، هاي المنظومة يسموها أدد، هاي المنظومة يسموها رع، وهاي المنظومة يسموها وهكذا أسماء الآلهة. فكل منظومة لها نظام خاص بالآلهة مالتها. فأنت تلقى الإله يهوى ما لا يعبده المزارعون أو الفلاحون، إنما يعبده البدو في الصحراء مثلا أو الرعاة اللي هم من أتهم كانوا اليهود، وكذلك المسلمين. الله لا تجد آثار الزراعة في الدين الإسلامي، لماذا؟ لأنه الإله ما يعرف شنو زراعة، ما له علاقة بالموضوع، هو بالنسبة لبساتين أو فردوس هكذا. بالنتيجة اللي فعله محمد هو هذا، أنه جعل الجميع يؤمنون به وبإلهه، وبالتالي خلانا ننسى الحياة ونحاول أن نلقى دائما في حال الصراع مع الحياة اللي هي تغلب داخلنا، وهذا حاول مقاومتها، وأصبحنا بين كائنات تعيش في منطقة اللغة، وتعتبر الحياة والواقع هو مصدر الشر. هذا خلانا نعيش في زنزانة، ما أعرف تسميها زنزانة، يعني اسمها سميها حياة دينية مثلا، يعني عناوين فخمة ولطيفة، الحياة الروحية أو الحياة الإلهية، يعني الحياة هي الحياة الآن وهنا فقط، أي شيء آخر هو يعني شيء إضافي ويدمى يدعم هذه الحياة، أي شيء يتعارض مع الحياة لا قيمة له. إحنا دمرنا، ماذا فعلنا؟ إحنا دمرنا هذه الحياة في سبيل شيء باسم الإله، يعني نسينا إنسانيتنا باسم شيء اسم الإله أو الدين أو الحق. الإله كما قلت هو مجرد فكرة للارتقاء بالإنسان مو أكثر، فما كنا إحنا نصدقها أو نعتبرها هي شيء لها علاقة بالانتماء المطلق الذي لا يقبل المراجعة. لا، الإله هو إله، يعني إحساس، غير هذا الإحساس، غير المنظومة اللي تعيش فيها، مثل ما الناس كانت غير منظوماتها حسب المطلوب حسب الحاجة، هذا اللي صحيح اللي صار. لكن عندما أجى الإسكندر الكبير انتشرت فكرة وجود إله واحد يحكم الجميع، أو دولة الواحدة أو الأمة الواحدة أو السلطة الواحدة، أقصد المركزية اللي تجمع البشر جميعا. فبعد ذلك تلقفوها الديانات التوحيدية وأصبحت قضية يعني كأنما نازلة من السماء، حولوها من صيغتها العسكرية الإسكندرية المقدونية إلى صيغة دينية لاهوتية توحيدية، وأصبح الإله الحاكم المطلق هو الإله المطلق، وبس مجرد تغيير تغيرت الصفات والتفاصيل. وأجى محمد قال أنا أنا النبي المطلق وعليكم طاعتي الكاملة، فبالتالي هو عبر عن نموذج، قدم نموذج للحكم الشامل مع احترامنا، ونموذج الاستبداد والرفض الآخر وعدم التفاهم معه وقتله إذا تطلب الأمر، هذا النموذج يرفض الآخر كما تعرفون، هو اللي خلانا الآن في مأزق العالم، وهذا اللي خلانا دائما نطالب الآخرين بأن ينتموا إلينا ليس العكس.
أننا نرفض الآخر، والآخر مقبول فقط في حالة أن ينتمي إلينا ويخضع لنا ولإرادتنا. إذا وهذا بالتالي أيضا نفس الفكرة، أنه أي إله آخر، أي حكم أو أي سلطة أو أي نظام حياة آخر مرفوض، لأن النظام يجب أن يأتي من مكان من الغيب، لا يأتي من الواقع ومن الحياة. إلا واقع الحياة مرفوض، العالم بالتالي موجود في كلمات محمد، أي في لغته وأقواله وأحاديثه ورغباته أيضا طبعا، وما كان لمؤمن أو مؤمنة معروفة، يعني حتى رغبات أن تطيع الطاعة المطلقة، حتى الرغبات الشخصية، كل ما عدا هذا هو عالم فاسد يجب القضاء عليه. أي أن الواقع بالنتيجة وين وصلنا؟ وصلنا أن الواقع بالنسبة لمحمد أصبح يعني هو موجود باللغة، باللغة وبحاجاته هو كنبي وكرسول وفي الرسالة أيضا معنى المعاني. الواقع وكل ما في الواقع هو موجود في الرسالة التي أتى بها محمد، واللي هي حقيقة مثل شخصية محمد، شخصية اللي تطالب الآخرين بالانتماء له، لأنه الآخرين لا ينتمون له، لا لا لا, لا يتقبلون انتماءه لهم. هنا المعادلة الصعبة، فبالتالي سنحت له الفرصة لأن يوسع هذا المشروع ونجح به بنجاح كما قلت باهر. الجسد بالتالي بالنسبة لمحمد ما له قيمة ولا حضور، هو بالنسبة للجسد الأنثوي مهم، يعني يثير الجسد الأنثوي عندما يراه وكذا، لكن جسد الجماعة بالنسبة له مجرد أداة يستخدمها لصالح الدين، وهو دين محمدي كما قلنا. بالتالي الجسد كما قلت ما له أي قيمة ولا أي حضور، وهذا واضح، يعني حتى يكفي أن نخرج ونشوف كيف إحنا كمجتمعات أهملنا الجسد وأهملنا حاجاته، وكيف قم يعني رحنا نفتخر ونعتز بقدرتنا على قمع الجسد وتدمير غرائز الإنسان الأساسية. يعني الأكل عندنا حاربنا كل الحواس، حاربنا حاسة يعني الجوع، أنت جوعان، سوينا قوانين للأكل، أكو أكل حرام، أكو أكلات حرام، أكو نظام للصوم، الجنس حرام، يعني الجنس مع الممارسة الجنسية، الغريزة حرام، لازم موضوع، وحتى عندما تمارس الجنس مارسة بسبب التكاثر وصالح المؤمنين والمسلمين، معنى أنه يعني نفس فكرة الحضيرة، أنه تربوا الأغنام حتى تسمنها وحتى تسوي عندك رصيد مالي، والرصيد المالي أيضا هو رصيد ذهني، يعني المال هو مو حقيقة موجودة على الأرض، لا هو ذهني فكرة، فمثل الدين يعني حاله حال الله، الله مثل المال. وعندي محاضرة راح أقدمها عن العلاقة بين الله والمال، واعتبر أن الله والمال هما وجهان لعملة واحدة، هذا عملة معدنية، عملة نقدية، وهذا عملة إلهية روحانية. على كل هذا موضوع آخر. أصبح عندنا الجنس حرام، ممارسة جنسية حرام، إنسان حقوقه الأساسية شنو؟ أكل وشرب وجنس، وين مارس الجنس؟ لا، الجنس لازم أكو ضبط اجتماعي، وهذا ما طبعا لا يختصر على الإسلام فقط، على كل الأديان تقريبا، لأن لابد من عملية ضبط اجتماعي لعملية الجنس، لأن بدون هذا عملية الضبط هذه لا يمكن أن تنشأ مجتمعات متماسكة، لأنه ظل ضايعة، يعني ما تعرف هذا ابن منو ذاك ابن منو، هذا يعني نظام الأسرة والتنظيم، كل الأنظمة تفشل بسبب عمليات الجنسية غير منضبطة، هذا طبيعي. لكن مع الإسلام الموضوع مو العلاقة بالسيطرة على العمل الجنسية، الموضوع أصبح إلغاء الجسد نهائيا، تدميره ومحاولة إلغاءه من الحضور والتأثير، وجعله مجرد أداة ليستعملها صاحب السلطة أو النبي أو الرسول أو الخليفة ومن على شاكلته. النظر أيضا أصبح حرام، السبع حرام، الموسيقى حرام، النظر حرام، يعني الحجاب موجود وغض النظر، جميع الحواس بالتالي أصبحت معاقبة ومحجبة. لماذا؟ لأن محمد شاء هذا، يعني هو يريد الانتماء له، لا يريد الانتماء، إنه عندما تنظر أنت تنظر باعتبارك شخص، باعتبارك كان، باعتبارك إنسان، فهذا دلالة على أنه هذا يستدعي حضور الشيطان كما يقولون. معناتها أنت عندك، كل ما تكون أنت عندك روح فردية وروح خاصة واستقلالية، كل ما أنت أصبحت شخص لك على مقربة من الشيطان. التقرب إلى الله هو، أي للسلطة، هو التقرب، هو الصحيح. كل ما تقربت إلى السلطة كل ما أنت الله وفقك كما يقال، كل ما ابتعدت عن السلطة
أو الله، كل ما أنت أصبحت معاقب عقاب شيطاني وعدك سلوك شيطاني ومصدر للفتن والبدع. شوف الفكرة لها علاقة بالسلطة والمعارضة، فأنت المعارضة دائما تصدر من الأفراد، والحواس هي خير يعني دليل على وجود رغبات فردية وحاجات فردية وأسئلة فردية تساؤلات فردية، المهم يونيك شخص مستقل. هذا يفسر أيضا شيء آخر أخطر، هو لماذا إحنا شعوبنا ما بها السياسة إنما بها الدين فقط؟ ليش؟ لأن السياسة أصلا عندما ظهرت في اليونان تقوم على فكرة بولي بوليتيك، يعني إدارة شؤون مدينة. فهذه القضية مو قضية مدينة بالنسبة للدين، مدينة على الأرض في الواقع. السياسة عند العرب لا تعني هذا الشيء على الإطلاق، ولهذا السبب لحد الآن العرب ما عندهم سياسة. أنت بتلاحظون ما عندنا سياسة، عندنا ناس يتصارعون على السلطة وعلى المناصب فقط، أما السياسة ما موجودة. سياسة شنو معناتها؟ سياسة معناتها أنه تدير شؤون المدينة، أن تشوف حاجات الناس، وهاي المدينة بها مواطنين وأفراد يعيشون، لازم توفر لهم نظام للعلاقات، حماية لحقوقهم، حرياتهم، تمنحهم يعني قدرة على ممارسة أعمالهم بطريقة اللي يردونها مناسبة، فيعني عليهم واجبات وحقوق. لا، بالدين ما كل شيء. السياسة عندنا هي سياسة الخيل، يعني مصدرها وأصلها من سياسة الخيل، يعني البشر دواب، ونحن دورنا أن نسيس هؤلاء الدواب، أي أنه نمشي الناس بالكرباك على قولة البصريين أو بالصوت. فأنت مثل ما تمشي سياسة الخيل، أو السائس عندما يسير الخيل فيسيرها بالصوت، فالناس أيضا هم رعية حيوانية، معنى يعيشون في حظيرة، وهذه الحظيرة لا يمكن أن تعامل مع الجميع إلا بسياسة الصوت والجزرة حتى جزرة ما ينطون، لا بالعكس، يعني بالدين حتى جزرة ما ينطون ولا يربون أحد، لا هو يقول لك أنت روح أنت، بس المهم الطاعة، وراح نتحدث عن الطاعة بالقسم الأخير. بالتالي السياسة عندنا صارت هي الدين، يعني كلمة الدين هي السياسة وهي الدولة وهي السلطة، والله هو ممثل هذه السلطة، هو العلم أو الراية التي نرفعها جميعا ونقول الله هو معنى الراية. الدين بالتالي ما يحترم الواقع، يرفض الواقع، هو أيضا من يرفض الواقع بالتالي يرفض السياسة. السياسة اللي نعرفها يعني من أيام ميكافيلي لحد هذا اليوم، اللي هي اللي تنطلق من الواقع وتستقرع الواقع وتضع بالتالي خطط الكفيلة لتطوير وتحسين وتقدم الإنسان الذي يعيش في هذا الواقع. وبالتالي إحنا ما عندنا سياسة، لأنه ماكو تحديث، ما عندنا عمليات تحديث ولا تقدم ولا تطوير ولا حقوق إنسان ولا حقوق أفراد، أصل كلمة أفراد ما عندنا، ولا عندنا رغبة بالتحكم بالواقع، إحنا ترى رغبة بالتحكم بالرعية بالجماعة واستثمارهم لصالح السلطة اللي هي ممثلة بالدين والله والخلفاء الله أو أنبياء الله أو رسل الله. الحرية بهذا المعنى تصبح حرام، تصبح مصدر للشر والفساد. السياسة الحقة بالنسبة للدين هي السياسة الشرعية، وهاي منطقة عملها وين؟ بالنص، أي بالدين، أي في البلاغة، أي أو أنها في البيان وليس في البرهان ولا حتى في العرفان. اللي ما يعجبه يعني كما هذا البيان يوصم بالرد والكفر والبهتان، وعذرا على هذا السجع أتت من ما هو الخاطر، يعني الإنسان بالتالي أصبح يعني مو مؤمن، أصبح كائن لغوي، يعني يعيش في اللغة، مصنوع تصنع آيات وكلمات مو تجارب وخبرات. الآيات بالنسبة ثابتة وخالدة، أما هاي الأشياء والحياة والواقع كل ما فيها فيهما فهي متغيرات ما تستحق الاحترام ولا الاهتمام. اسمعوا هذا القرآن يقول دائما اسمعوا وعقلوا، والفكرة أنه اسمع القرآن، ضل اسمع بس ما تفتهم شنو، لأنه يعني ما كنتين تبقوا على فهم للقرآن، المهم تسمع ويعاد تعيد السمع ودائما ترتب وأينما تذهب تسمع القرآن.
فهذا يخليك يحولك الى اله شنو آلة السماع، شو يسميها، تسجيل على ريكورد، مو ريكورد يعني عكس ريكورد، راحت من باي. فآلة سماعة، سماعة، مجرد سماعة، أنت سماعة سبيكر فقط، أو تعيد إعادة المايكروفون وعملية المعاكسة أنه تأخذ صوت وتنتج صوت نفسه. وهي عملية الصلاة نفسها، أنه تقدم شيء تصلي لله بكلماته، هو بعث لك الكلمات وأنت تعيد تصديرها له. هو يعرفها طبعا إنه ملاته، بس هو يريد يسمعها منك حتى يشعر بأنه أنت أطعته وأنه أنت تخليت عن ذاتك تماما. وهذا عكس المعنى المعروف طبعا للصلاة. الصلاة هي مناجات وجدانية للإنسان، هو يستخدم بها لغته، يعني لغته الخاصة مئة بيرفكت. بس ما هاي حتى بالإسلام، ليش؟ لأنه الدين محمد كان يطالب الانتماء، جميع بالانتماء والطاعة له، وما كان يهم هاي الطقوس. الطقوس ظهرت بالدين بالإسلام لاحقا. الإسلام بحقيقة دين بلا طقوس، ما بي طقوس. وحتى الصلاة والصوم والحج وكلها صارت فيما بعد، يعني إذا شفتوها دين محمد باقي موجود. دين محمد في مكة ما كان هاي الأشياء كلها موجودة. وبالتالي عندما يطلعون الآن يتحدثون عن بعض الطقوس والأعياد مثل العيد النبوي وما إلى ذلك، لا، ما تأثر على الإسلام. فبالتالي الإسلام هو دين السلطة، هو الدين يطالبك بالطاعة والانتماء. فهذا كيف يتحقق؟ فقط بإخصاء الجسد، محاربته، محاربة الواقع، أو من ينصت إلى الواقع، ومنع الناس من سماع أشياء كما يقول القرآن إن تبدو لكم تسوءكم، يعني سماع أو طرح أسئلة من هذا النوع. الجسد والحياة بالتالي اللي تموج تشتعل داخل هذا الجسد هو مصدر للشك والخطر والنجاسة والفساد، وليس مصدر للتذوق والتحسس والتعقل والتفكر والنماء. مصدر لا، مو هذا، مو هو مثل ما عرفنا بالحياة الآن يخليك شلون ترتقي بذاتك وبروحك، وشلون تعلم أولادك وعلى الخلق وعلى التسامح وعلى فن التفكير الحر، فن النقد الشخصي، فن يعني تتقن فنون النقد الموضوعي للأشياء وللعالم وتعيد النظر بالعالم. لا، هاي كلها شر فساد. على كل أنواع الطاعة الآن هناك، يعني ما شو يسميها، فيالق ضخمة، فيالق من الآيات واللغة والبلاغة التي تطالبك بالطاعة. فإذا لم تنتمي إلى القرآن أو رب القرآن فأنت كافر مدلس وتحارب الدين وأهله. هذا المفهوم، مفهوم الطاعة بالإسلام، إذا حاولنا دراسة عميقة راح نطلع منه بأشياء خطيرة جدا، وعلينا أن ندرس هذا الشيء بشكل حيادي صرف. علينا أن نفهم هذه الفكرة الأساسية بالإسلام. هي كلمة إسلام لها علاقة بالطاعة. إسلام إنه طاعة، أنت تسلم لي أمرك. إن عندما يقول القرآن أو عندما طلعوا الفتوحات قالوا أسلم تسلم، لم عندي حلقة حول هذا الموضوع. أسلم تسلم لا توجه نحو غير المسلمين، إنما هي بالأساس نحو المسلم نفسه. المسلم هو الذي سلم نفسه وتخلى عن نفسه أصلا، ونكل بنفسه وسحق نفسه. فكلما زدت سحقا بنفسك كلما زدت إيمانا. شوف العملية، فأنت كلما قلت قيمة جسدك ونفسك وروحك وخصوصيتك كلما أنت ازددت إيمانا بالطاعات. شوف الفكرة هنا، الفكرة اللي أسسها محمد، فكرة أنه الجميع على الجميع أن ينتمون للحاكم اللي هو محمد كان، وطاعته وطاعة الرسول، ووضعوا طاعة الله مع طاعة الرسول سواسية. هنا جاءوا الحكام بعد محمد، ماذا وجدوا؟ وجدوا هذا الكنز، كنز من النصوص والمصاحف، وجمعوها وقال لك هذا ما نلقى أفضل من هذا، يعني من خلالها نقدر نسوي اللي يعجبنا. كنز يعني ما تعادل أي كنز، يعني كل شيء جاهز وجاهز، كل شيء ممكن نعلق عليه آية، نقول بآية كذا ونفعل ما نشاء، نذبح، نصلح، نعدم، نسرق، ننهب، نكذب، أي شيء. فهذه الآيات اللي حضرها محمد لهم
وعاد تشوفون آلاف التفاسير ويقول لك هو قرآن مبين. الحقيقة لا، مو مبين، هو قرآن يؤدي الغرض. هاي هو قرآن بأكمله كان هو وسيلة محمد ليقنع الآخرين ولرفعه كشعار. ما حد كان ذاك الزمن يسأل شنو هذا الموضوع، ما كان عندهم الناس هذا وحتى القرآن ما كان موجود. يعني يقول لك هاي آيات، بس هو الفكرة أنه سيطرة وسلطة، يعرفون. يقول لك هو محمد يقول الله أنا أدعوكم إلى طاعة الله، معناتها أنا الحكم الجديد وأنا اللي عندي حزب سياسي معنى المعاني جديد، يفرض يجب على الجميع طاعة هذا الحزب والانصياع له، كل أحزاب أخرى باطلة. قاوموا بالبداية، بعد ذلك بعد بسبب عمليات العنف، عمليات السلب والنهب اللي جرت، وتم انتصر هذا المشروع واستمر لحد هذه اللحظة. الخلاصة اللي أريد أقولها أن محمد والأديان التوحيدية عموما انتهكت براءة الدين بمعنى الأصيل القديم، وجعلت منه مجرد أداة للحكم والسلطة والقهر. حول الأديان الشائعة بعد الدين الشائع اللي نشأ بعد هذا السيرة المحمدية، أنا ما السيرة المحمدية اللي وصلتنا الحقيقة شنو، أنا ما لي علاقة بها، موضوع آخر هذا، أنا أتحدث عن اللي وصلنا. هذا اللي وصلنا خلق من حكوماتنا وسلطاتنا، السلطات فاشية ترفض كل شيء، ألغت اسمها الإنسان وحياته وشخصيته وقيمته وسحقت كل طاقاته، حولته إلى كائن لا جدوى منه، كائن مفرغ من المحتوى، مفرغ من الروح، من الحياة، كائن مجرد يعيش في حظيرة، وهذه الحظيرة يقودها راعي وهيئة من الرعاة، وكبير الرعاة يقرر في أي لحظة متى يضحي بأحد هذه بمجموعة من هذه من الرعية، فلأنهم كلهم قربان لهذا الدين وقائد هذا الدين، وعلى الجميع أن يضحون من أجل المذهب أو الدين الحق كما يشاء الراعي هذا الدين ووفق ما يشاء. عندما نجي على فكرة، عندما نطلع على أخيرا على آيات الطاعة، شوفون طاعة الرسول بها أنواع مختلفة من الطاعة. عندما نجي ندقق بالآيات شوفون هسه هذا عندما قال واحد شوية جايب المختصر الآيات الطاعة وجامعها في مكان واحد، هو كاتب العنوان يكفي أن نعرف نوايات عن أن طاعة الرسول هي طاعة لله، أي أنهما في حالة واحدة، هي أن الإشراك عادة يكون بالمعنى الديني، أنا ما لست متدين حتى أتحدث عن الإشراك، لا، الإشراك بالمعنى الديني هو مشارع أن وجود أكثر من إله، لكن الذي نراه هنا هنالك إشراك على مستوى شوية أكثر تعقيدا أو أبعد مدى، وهو إشراك على مستوى البشري والإلهي، أي أن الرسول هو بشر لكن هو في الوقت نفسه طاعته هي من طاعة الله. هاي الكويسي أحمد الكويسي فسرها بيقول لا، هو ما دام هو رسول الله فطاعته واجب. خلينا نشوف هل هذا صحيح. هنا يقول يسألونك على الألفال، قل الألفال لله ورسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. يعني هاي الفكرة أنه ما دام هو رسول من الله فأطيعوا الله ورسوله، لا بأس، هاي أسمع ممكن نفهمها. هنا يا هاي الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولو تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني هاي أيضا الطاعة مشترك، يا أهل الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا هذه أنه إذا دعاكم الله أو رسوله، باعتبار أنه هو أيضا هنا شوية تختلف، أنه صارت أنه الرسول أو الله يدعوكم، كل واحد منهم أنه حق متساوي، يعني مو بالضرورة الرسول هو اللي دعاه. نانا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، نانا تختلف شويه، بس باقي انه فكره انه الله هو ما دام يقول شيء فهو بالتاكيد يعني بالوحي الالهي. فانا اقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، يعني الله ما يحب احد الا عندما تحبون انتم، هو ما ينطشي يعني ما يقدم اي شيء، يعني ان الله لا يغير ما بقوم، عندي سلسله حلقات حول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، وليش؟ لان الله هو السلطه، هو الحكم، هو الدوله، هو المؤسسه الحاكمه، فهو رمزها، فانت عندما تخضع لهذا الرمز راح الله يوفقك كما يقال، اما عندما تبتعد
فالله ما يحبك، فالدولة ما تحب أحد ما يطيحها، فماكو إيش دولة، فهو الله هو رمز هذه الدولة، بالتالي فتعليق الطاعة. وهذا يوضح لنا أنه بدقة معنى كلمة الله، أن الله مو أنه طاعة واجبة لأنه الله هذا اللي يتحكم بكل شيء، هي الدولة اللي يتحكم بالشيء بكل شيء بصراحة. هي هنا الفكرة أنه الله عندما نحول إلى دولة وصير دولة عندنا جديدة، كل إحنا المفروض طاعة هذه الدولة هي المفروض علينا جميعا، لأنه يعني هذا يصير العقد الاجتماعي بيناتنا. العقد الاجتماعي القديم كانوا يسمونه دولة الله، هو الله هو شريعته، الله هو الدين، يعني الديانة مثلا الله الإله والدين مالته، وكل إله إلى الدين مالته أو شريعته أو تعليماته، وهذا كل واحد قد يمشي على هاي وفق هذا الدين الذي وضعه له إلهه. إحنا الآن مفروض نفس الفكرة، يعني نتخلص من هذه الفكرة القديمة البالية التي لن تنفع، أنه ماكو الآن الله هو الدولة، أو نصنع أي سيستم أي نظام نسميه ما نسميه، أو خلي نسميه إله مو مشكلة، أو حتى الإسلام نفسه نجيبه نعيد صياغته وقراءته بالشكل الجديد بيتوافق مع واقعنا وتنتهي المشكلة كلها. المهم أن نفهم معنى كلمة الله ومعنى كلمة الدين، والقضية بأكملها هي عبارة عن حكم. هسه شوفوا هاي الآيات شو يقول، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، يعني أنا فالدولة ما تحب أحد يكرهها أو يعارضها، فلا تحبون الدولة الدولة تحبكم، يعني أنت تطيني أنطيك، بس الدولة ما تطيني طبك مرض، يعني ما أحبك أكرهك، يعني عملية واضحة، عملية أخذ وليس عطاء، إنه بس تطري الدولة ولا أعطيك فهو يعني يجي الوحدة. قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لهنا نفسه، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. هذه الآية وأطيعوا الله والرسول شنو معناها؟ معناها أنه طاعة الله شيء وطاعة الرسول شيء آخر أيضا، معناتها هي طاعة مشتركة. في البداية قلنا أطيعوا الله ورسوله باعتبار أنه من الرسول من أجل رسول، باعتبار أنه هو ينفذ إرادة الله أو يعني على طاعة الرسول، لأنه أنت أطعت الله لأن رسوله لازم تطيع رسول. لكن هنا اختلفت، أطيعوا الله ورسول لعلكم ترحمون، يعني أنه إذا الله أمرك بالشيء لازم تنفذه، وإذا أمرك الرسول أيضا لازم تنفذه، مو بالضرورة اثنينهم يصدرون أمر واحد، لاحظ الفرق الهائل. هنا أيضا أكو حالة ثالثة أو رابعة، نشوف شو يقول يصلح لكم الآية هاي، يقول يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا رجعنا لفكرة الدولة والسلطة، والحاكم المستبد أو الحاكم العادل هو الذي عندما تطيعه راح تفوز، وهو هاي الفكرة اللي ماشي عند المسلمين جميعا، أنه أنت ترفض أي واحد يعترض على السلطة، لأنه أنت بالتالي هذا راح يسوي فتنة ودولة تنهار وبالتالي الكل يخسر. وهو هذا بالفعل، يعني فكرة، يعني محمد في كل آيات القرآن تجد مفهوم السلطة واضح، الله ورسوله الله ورسوله الله، معناته أنه أنا القائد وأنا الحاكم، وأن طاعة الله هي من طاعتي، وأن الله هو رمز الدولة والرسول هو قائد هذه الدولة، والشريعة هي شريعة قائد هذه الدولة هي شريعة محمد، فبالتالي أنا قوانين التي تسير وتنفذ، وهذه القوانين أنا أتيت بها من الله، الله اللي أنا تخيلته وأنا تواصلت معه وحدي ولا أحد غيري، وأنا القناة الحصرية بهذا الاتصال الإلهي كما يقول ميثاق العسل. تلك حدود الله، شوف، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. نفس الفكرة، أنه تنال الجزاء فقط عندما تطيع الدولة والسلطة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا صارت بها أكثر تعددية، صارت أنه الدولة، أنه طاعة الله ثلاثة أشكال، أكو ثلاثة أنواع من الطاعة. في البداية كان أطيعوا الله ورسوله، يعني بدون أل التعريف، وراح أطيعوا الله والرسول صاروا اثنين، كان واحد وذاك رسوله يعني تابع له، بعدين قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله والرسول مع أل التعريف ورسول، صاروا اثنين يعني صاروا شركاء. الآن صاروا ثلاثة شركاء، لكن الشريك الثالث هذا
عندما ايضا ما عنده صلاحيه، يعني مثل رئيس وزراء صار، يعني يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، هذول اثنين يعني عندهم سلطه مشتركه في الحقيقه، هم واحد يعني هو محمد نفسه. واولي الامر منكم، يعني الامر واولي الامر منكم، فان تنازعتم في الشيء فردوه الى الله، نرجعت الى الله والرسول، والرسول يعني مو الى الله منهم ايضا. شوف ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، يعني حتى من ترجعون ترجعون مو لله، يعني شوف الدقه مال الايه واضحه، يعني هذا بيان جمهوري او شو يسمونه بالتعليمات الرسميه، يعني بيان او ديوان الحكومي او ديوان الدوله او قانون دستوري، انه اي اوكي انت اكو اثنين تطيعوهم الله ورسوله واولي الامر. الأمور الان يعني وزير، قائد جون، قائد جيش، ما ادري اي شيء، اي شخص مسؤول. لكن هذول من يرجعون؟ يرجعون لمن؟ يرجعون الله والرسول. هنا هاي هي أسسة الحديث، اعتقد انا ما متابع هاي التفصيل، بس اكيد هي هاي أسسة الاحاديث اللي جعلت انه الرسول هو في مستوى واحد من القران. الان يحتجون القران، يقول لك لا انه القران يكفينا القران، لا ما يكفيك. شوف هاي الايه تقول لك، يقول لك اطيعوا الله والرسول، يعني اثنين مو واحد، يعني مو واحد تابع للثاني، كل ما عدا هذين هم تبعيه. معناته ان الله وفقا للنص الديني اتى من عن طريق محمد، اتى باسم الله او باسم الله او بكلمات الله او بالوحي الالهي. لكن الرسول عندما يامركم الاحاديث مالته تصبح هي ايضا مستوى القران. اذا بالنتيجه وصلنا لحقيقه نهائيه، القران نفسه يقولها، هذا مو تاويل وتفسير من عندي، لا هي مبينه. بالنهايه اصبح الرسول هو الذي لكن هو كان يقصد في زمنه، يعني المقصود في زمن الرسول هو ما كان يهم الاخرين ولا يهم الزمن اللاحق، هاي قصص بعدين تالفت، هو كان يهم طاعته في وقته، بدليل هو مات وما له علاقه، يعني حتى كان اكو نظريات تقول بانه كان يؤمن بانه بعد ما ينتهي ويموت يعني هو راح تقوم القيامه بالنسبه له. شوف، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. شوف يعني هاي واضحه، يعني يستغفرون الله والرسول ويستغفر لهم الرسول، اي انه لا يمكن، يعني الله مو وحده كافي، فهنا السلطه دائما تحاول ان تفرض حضورها وسلطتها، ولازم تاكد حضور الحاكم اللي هو الرسول هنا. ومن يطاع الله ورسوله فاولئك مع الذين انا، ومن بعد شوفوا من يطاع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، يعني خليه يروح يقول لي ايش سوي بيان، يعني تولاني انا ما مسؤول عنه، هو يريد يدير وجهه خليه يطب مرضه، يعني هو مو يعني مثلا واحد مريض او يعني هو محسوب علينا، بس احنا ليش نشوفه؟ يعني اللي ما اطيعك يا ابو انا ما اريد اطيعك، يعني طردوني، هذا منطق ذاك العصر، شو تسوي؟ وما زال يردون يطبقونه هسه. يا أيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. هنا أنا ايضا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، الطاعه مختلفه، يعني هنا طاعتان وليس طاعه واحده. انما كان قول من اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، هذاك باعتباره هو الحاكم. ايضا هذه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فتولوا فانما عليه ما حمل، نفس الفكره، وان تطيعوه تهتدوا، يعني وما على الرسول البلاغ المبين، يعني هاي تحذير، انت اللي تطلع مني ترى يعني خلاص. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلك، هنا ايضا شوف ثنائيه، اقيموا واطيعوا الرسول، يعني واضحه جدا اعتقد، هنا ماكو حتى الله ماكو، يعني تقول لك ادو فرائض القائد الجيش وقائد الدوله وخلاص، يعني اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، يعني الله ما موجود هنا بعد الان، بعد ماكو داعي. شوف يعني الطريقه القرانيه في اصدار الاحكام الالهيه او الاحكام المحمديه، شوفوا هنا واطيعوا الله، هاي اخر شيء، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. معنى شنو؟
معناته انتم لازم تطيعون الله والرسول وكل واحد، وانه طاعه الرسول لازم تحذرون ايضا، لانه هذا الرسول له حق التحليل والتحريم ايضا. يعني عندما الله يامر بشيء فهو يقول لك هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا غير جائز. فهنا من اجله اطيع الله واطيع الرسول، يعني عندما تطيع الرسول فانت ما يقول لك الرسول هو حلال وحرام ايضا نفس المعنى. شنو فرق عن الله بعد؟ اللي هو حق ايضا وان يحلل ويحرم، وكما قال لك حلال محمد حلال الى يوم القيامه، مقوله مشهوره، وحرامه حرام الى يوم القيامه. فهنا محمد حتى اختم الموضوع باكمله كان يطالب الجميع بالانتماء له ولالهه. هذه الخلاصه النهائيه. إذن هو قدمها بصريح العبارة أنه الكل عليهم أن يطيعوا هذا الرسول، من أتابعه إلى حتى هذه اللحظة هم يعني وضعوا أنفسهم موضع محمد، وكل واحد إجى الآن عنده طموح بالسلطة والسلطة والهيمنة على الناس وسلب حقوقهم واستعبادهم يأخذ دور الرسول ويأخذ دور الحلال والحرام ويحلل كما يشاء ويحرم كما يشاء. وبالتالي نسخة محمد انتقلت عبر الأجيال وعبر الأحزاب وعبر المذاهب وعبر الأئمة ورجال الدين. شكرا جزيلا، وإلى لقاء قريب. مع السلامة.